هدفين معكم عالم الصباح، وريوا رح تعرفنا على ضيفة لنحكي عن موضوع المخدرات. ليس القصاص ولا الصراخ ولا الشفقة ولا العنف ولا الأحكام المسبقة هم الحل. حارب الوصم والتمييز لتجنيب مستخدم المخدرات التعرض لعدوى الإيدز وغيرها من المخاطر. صباح الخير. صباح الخير ولا صباح الخير لكل المشاهدين. الحمد لله اليوم ضيفي الأستاذ إيلي أعرج، ومثل ما شافوا المشاهدين بالأول بدنا نحكي عن موضوع المخدرات بمناسبة المؤتمر الإقليمي الثاني للحد من مخاطر استخدام المخدرات. أستاذ إيلي أعرج هو المدير التنفيذي لشبكة ميناهرا، وهي ميدل إيست أند نورث أفريكا هارم ريدكشن أسوسيشن، أو الشبكة الإقليمية للحد من مخاطر استخدام المخدرات. طب شعاركم السنة لنكسر الحواجز ولنبني المستقبل. نعم. يمكن مرات إذا شوي بيكون عندنا موقف مسبق من الأشخاص اللي بيتعاطوا مخدرات، منقول شو يعني بدنا نشجعهم يستعملوا مخدرات؟ هي هذا النقطة الأساسية اللي ممكن يتفكر فيها، ولكن اليوم إذا بنرجع بنظرة ريتروسبكتيف لورا بنشوف إنه كل وسائل القمع والسجن والعلاج والهذا ما أديت النتيجة اللي كانت مطلوبة منها. مزبوط. بمعنى بالعكس آخر كانت تتخلي الوضع يزداد سوء. مزبوط. وإنه الدول حطت من اقتصادها على معالجة وعلى تأهيل وعلى كل هدول يلي في جزء من الناس ممكن يستفيد منه. نعم. اليوم نحن بنطلع بنلاقي إنه في مجموعة من الأشخاص يلي بيفوت على عالم الإدمان، خاصة لما بنحكي إدمان الأفيونيات، مش رح يقدر يظهر منها بسهولة. خليني أقول أقله لكون متفائل بده يقعد 10-15 سنة عم بيتعاطى هالمخدرات ويدمن عليها. طيب أنا إذا بدي هالشخص يظهر وما عم يظهر اليوم من هالمشكلة، وبعد 10-15 سنة إذا قدر يظهر، هل من الضرورة يظهر هو وحامل التهاب كبد وبائي أو إيدز أو حتى بطريقه يعمل أوفر دوز ويموت فيها؟ مزبوط. فعمليا الحد من مخاطر استخدام المخدرات إجت لحتى تساعد هؤلاء الناس لأنهم يمرقوا هالمرحلة بسلام، كما وأنه لأنه الإدمان أثبت بأنه مرض مزمن، يلي ما قادر بعدين يظهر منها يكون عم بعيش حياته بشكل مندمج بالمجتمع وخالي من المخاطر والأمراض. نعم. فإذا نحن هون عم نتعاطى معه كمريض، يعني طبعاً بدنا نعالجه طبعاً ونساعده يظهر من هالمشكلة. بالوقت اللي عم نقول الحد من استخدام مخاطر المخدرات، بنكون نحن عم نقدم علاج ولا بس عم نقول له طب فيك تستعمل هالمخدرات بس تعملها بطريقة آمنة؟ ما فينا نقول له نحن فيك تستعمل هالمخدرات، نحن عم نقول له احمي نفسك. نعم. يعني عم نحمله ريسبونسابيليز، عم نحمله مسؤولية. بالوقت يلي كانت المدارس التقليدية تعتبر انه هالشخص تعاطى مخدرات مسلوب الإرادة، ما بيقرر، ما بي نحن بنقرر عنه. نعم. او هو شخص سيء، شخص عاطل، ومجرم والى ما هنالك. نعم. اليوم القانون بطل يجرمه اساسا. ما كان يجرمه من 98 القانون اللبناني والقانون بالدول العربية، خلينا نقول القوانين لا تجرم المتعاطي المخدرات، ولكن طريقة التعامل مع العلاج هي قمعية قصرية بكثير من الأوقات يلي قلنا ما قدرت نتيجة. نحن اليوم اللي منجرب نقول له فإذا أنت مسؤول، أنت مسؤول وأنت حر، ولكن حريتك إلى حدود، وهيدي عم فيها أخذ وعطى. طبعا. فعمليا حدود حريتك بتوقف عن أنك تأذي نفسك أو تأذي الآخرين. في الإبرة النظيفة اللي لازم أنت تستعملها، أوقات تؤمن هالإبرة النظيفة برامج لتأمين الحقن النظيف، وفي علاج بدائل. نعم. علاج البدائل هو عبارة عن علاج يعطى بوصفة طبية، مجرد إعطاء هالعلاج بوصفة طبية أنت نقلت موقع هذا الشخص من شخص خارج عن القانون وخايف وناطر الشرطة وخايف ومنبوذ من المجتمع إلى موقع شخص مريض عم بيروح على فوتيه بالنظام الصحي. نعم. ابتدى يطلب العلاج يلي قبل كان يبخش جسمه 10-15 مره بالنهار ومش سألين شو عم بيصير بصحته. اليوم لا، انت عم بتعودي عم تستدرج ليه ليبلش يطلب الخدمه. عم بيروح على العلاج، عم بياخد علاج اللي يعرف باسم علاج البدائل. نعم. البدائل هي عباره عن بدائل افيونيه، ولكن بتحسسه بذات مفعول الافيونيه الهيروين او غيره يلي عم ياخده، ولكن ما بتاذي له جسمه بهيدك. اولا بطل ياخذها بالابر، صار عم ياخذها بالتم، خففنا ريسك مخاطر الحقن والجلطات والالتهابات بالشرايين والأوعية. اثنين، بطل يتشارك فيها مع آخرين، كمان خففنا ريسك السيدا والإباتيت وغيره.
ثلاثة هالدواء هيدا بيفوت على الجسم، مفعوله لما بيفوت على الدماغ ما بيعمل ذات المفعول تبع الهيروين، سو دماغه بضل واعي بضل يقدر يروح على شغله وعلى جماعته، يعني كانه عنده مشكله نفسيه وعم بياخذ لها. بس هذا لاي قد ايه وقت بده يضل عم ياخذ؟ هذا بيقدر ياخذه كل العمر اذا كان ما بده يظهر، ولكن في كثير اشخاص وهون كمان بالتجارب والدراسات بينت انه بعد 4 سنوات تقريبا يلي بده يوقف بيكون قادر يوقف. فاذا نحن هي فينا نقول مرحله تمهيديه لنساعده يوقف. فيها تكون مرحله تمهيديه لنساعده يوقف، فيها تكون مينتنس مثل ما بنسميها، مرحله مستمره، لانه اذا عنده مشكله ما راح يقدر يوقف، بيكون على الاقل عم نحميه. نعم. خاصه انه كمان هذا الدواء اذا بدي اقول هو حب يخبص وما يشتغل مثل ما عم يطلب منه طبيبه واخذ كميه اكثر، ما بيعمل جرعه زائده، ما بيعمل اوفر دوز. ما في خوف من اوفر دوز؟ طيب نحن هون عم نحكي بالتحديد عن الافيونيات بس، لانه في انواع كثير من المواد اللي بتستعمل. لا اليوم هون عم نحكي عن الافيونيات لانه هي من اخطر الانواع. تعتبر اخطر شيء. وخليني اقول انه اليوم لبنان اعتمدها، المغرب اعتمدها، طبعا ايران، باكستان وافغانستان معتمدين، عم نشتغل مع عمان عم بحاولوا يدرسوها، ليبيا عم نجرب انه كمان يعتمدوها، لانه بليبيا عملوا دراسه السنه الماضيه طلع انه اعلى نسبه اصابات بالاتش اي في بين الاشخاص بيتعاطوا مخدرات بالابر بالعالم، 87% من اللي بيتعاطوا مخدرات عندهم اتش اي في، فعمليا في حاجه بالدول العربيه انه نشتغل ونركض لحتى نحمي هالشباب. طبعا. طب في شغله هون بتستوقفني قبل ما نحكي شوي عن تفاصيل المؤتمر، مع كل التوعيه اللي عم نعملها عم نلاقي عدد الشباب اللي عم بيتعاطوا نوع من انواع المواد المخدره، لانه في انواع كثير عم بيزيد. طب ليه؟ يعني هل هي التوعيه ما عم بتكون كافيه، ولا صار في استسهال بالعالم؟ يعني حتى في دراسات بامريكا بينت انه الشباب الجيل الجديد عم بيعتبر عم بياخذها مثل ما بيقولوا لايتلي، عم ببسط الموضوع انه ايه بجرب مره وما بيصير شيء وماشي الحال، لا وانا اي كان كنترولت في اضبط الوضع، فعم بيصير في تسهيل وتبسيط بس يبلش يقول اي كان كنترولت او انا بقدر اتركها ساعه البدي، يعني وقع يعني وقع عمليا هي فليه عم بتزيد الي؟ الفكره في عده عوامل، في كذا فاكتور يعني بياثروا على الموضوع، في العوامل الاجتماعيه، السياسيه، الاقتصاديه، وبالاضافه للرفاق وتبسيط الموضوع خاصه بجيل الشباب، انه شو فيها اذا دخلنا سيجاره حشيش، بندخن سيجاره حليب، ما بتجي، شو فيها اذا اخذنا حبه ما بعرف شو بتكفي. بذات الوقت في هالميديا يلي عم تلعب دور احيانا، هالترانس والانواع الموسيقى يلي بالعالم يلي الشباب بيروح عليها، وهي عم يعني عم مفروض انها تترافق. في بعض مره خبروني عن حدا اجى عمل كونسرت ببيروت، كان حاطط شرط انه لازم يكون عم يتوزع هالنوع. ايه طبعا. أوي. يعني في حتى الناس تصير هايبر معه وتكون تفوت بالجو ولانه في تبسيط. بس خلينا نقول كمان شغله، لانه الماده متوفره. مظبوط. مع احترامي لكل الجهود اللي عم يعملوها، بدنا نحارب المصادر اللي عم بتأمن هالمواد، رجال مكافحة المخدرات نحن بنعرف قد ايه عم يتعبوا وعم بحطوا حالهم بالخطر، المادة متوفرة مش بس بلبنان، بالعالم، مش بس ببرات السجون، بالسجون متوفرة، أسوأ أنواع مخدرات عم بيحطوها بالسجون. طبعا. ومش عم برجع بقول، مش عم بحكي عن، عم بحكي عن أعلى، بتعرفي مين أجرأ حدا قدر أخذ مبادرة بالموضوع؟ مين؟ تستغربوا يمكن، إيران. إيران بيوزعوا إبر بالسجن. نعم. ايران بيوزعوا ابر بس لانه كمان عندهم نسبه عاليه من مشاكل، وعارفين انه ما قادرين يضبطوا المخدرات بالسجن. فاخذوا قرار من كذا سنه، ايران لهم من سنه 2010 لليوم ما عندهم ولا اصابه جديده بالاتش اي في بين الاشخاص اللي بيتعاطوا مخدرات. فاذا عطت نتيجه. نعم. على الاقل حمايتي من مضاعفات اللي هي في سيرنج ديسبنسر بالشوارع بطهران، بيجي بحط الابر المستعمله وبياخذ ابر نظيفه. وين؟ بطهران. بالسجن؟ بطهران بالشوارع. بالشوارع شو بردو؟ في ديسبنسر موزع للابر، بحط الابر المستعمله بياخذ من تحت الابر النظيفه. حلو. فيعني هيك لحتى على الاقل يكون في استعمال امن. طيب شو اللي شو بيتميز السنه المؤتمر الاقليمي لل شوفي هالمؤتمر الاقليمي السنه هو نحن عم قلنا فتره، بتعرفي انت واكبتينا كمان من سنه 2007 عم نحاول نعلي الصوت رسميا، بس قبل كنا بلبنان وقتها كنا بجمعيه العنايه الصحيه كنا عم ننزل على الشارع نشتغل مع هالاشخاص بالشارع ونعمل لهم ابر سوري تيست للاتش اي في والهيباتيتس وكذا. اليوم عم بتزيد هالقصه، يعني عم نبلش نحس باهميه السنوبول اللي عم بتصير. طبعا لانه كل شغل بده وقت، وتواكبت مع انه مع وزراء الصحه بمنطقتنا، منظمه الصحه العالميه اقروا انه لازم نعمل حمله بهذا الموضوع، لازم الدول تعتمد الحد من مخاطر استخدام المخدرات كبرامج تقي من الاتش اي في وبتحمي الشباب.
فأهمية هالموضوع أنه اليوم صار منارة بشغلها من كذا سنة بدعمها لجمعيات بالدول المنطقة، عم نعطيهم أوقات جرانتس لحتى لي هني ينفذوا بالأدفوكاسي بالقضايا، الزيارات اللي عم نعملها للحكومات لحتى لي كمان يقتنعوا ونساعدهم لحتى يعني صار فينا نقول بلش يصير في عنا نوع من إيفيدنس نقدر نحكي فيها أنه بالمنطقة ليكو شو صار وهذا قادر يحمي الشباب في شغل بين على الارض. مزبوط. فيمكن هيدا اللي بيميز المؤتمر السنه، بدنا نعرض بدنا نعرض الشغل وبدنا نكفي شغل لانه كمان ما فينا نطمن بالنا وما طبعا. وبعد أكيد. الدول مش كلها كثير ماشي بهالموضوع. نعم. فالمؤتمر حيكون فيه جلسات طبعا علميه وجلسات من قبل يعني حتى نحن اصرينا انه يكون في على الاقل 20% من المشاركين هن من الاشخاص اللي بيتعاطوا مخدرات. نعم. لانه بهمنا كمان بذات السياق تبع الموضوع انه هالشخص عنده حقوق ولازم هو يعرف يطالب فيها. نعم. حقوقه بالحصول على الخدمات الصحيه، حقوقه بالعيش بكرامته الى ما هنالك، فحيكون في مجموعات منهم، حيكون في ورش عمل لهم، وحيكونوا هن كمان عم بيقدموا من خبراتهم بهالمؤتمر. شغله كثير مهمه. طبعا. واثنين يعني مثل ما قلنا المواضيع هي متنوعه بين السجون يعني والحقوق، وكمان في عندنا هاجس اساسي هو تمويل. نعم. شو التمويل؟ اليوم بالعالم إذا نطلع بحكوماتنا عم بيقوموا بواجباتهم إلى حد ما في البعض، ولكن الـ HIV منه على الخريطة تبع التمويل بالعالم العربي. إذا بتاخذ الدو الجهات المانحة برا عم بيقولوا إنه والله هالمنطقة العربية ما لازم نساعدها لأنه في حاجات بمناطق تانية أكثر مثل أفريقيا، لأنه ما عندنا يعني انتشار للـ HIV نشكر الله مبدئيا ما عندنا، ولأنه هي فيها دول غنية. نحن عم نقول هل نحن بنعرف الوباء تبعنا؟ Do we know our epidemic؟ ما بتصور لأنه ما عندنا نظام ترصد وبائي بدولنا. يعني فعلا هل عم بيتم في حصر وعد لهالحالات وتسجيل وتبليغ عنها ولا لا؟ عمليا عم بيكون عدد قليل لأنه هذا ولكن نحن بنعرف أنه في سلوكيات معرضة. طيب في هذه الناحية لازم يفرجيها للجهات المانحة، وفي ناحية تانية أنه بيقولوا لك هاو دول غنية. طيب نحن بالدول الغنية بأغنى دول بمنطقتنا العربية إذا بتروحي رح تلاقي على الأقل في 20% من الناس عايشين تحت خط الفقر. والدولة الغنية لا تهتم بان تقوم تقدم خدمات صحيه على موضوع الاتشمن على سلم الاولويات. فعم نجرب كمان نرجع نشد الجهات المانحه انه يا جماعه ما تشيلوا ايدكم من ايدنا بهالمرحله القادمه، لكن قطعنا هالامور لانه في مناطق ثانيه مثل اسيا وغيرها صار فيها هذا الوضع مثلنا انه والله عايشين وبسلام وما عندنا بعدين بلش يطلع وطلع انفجار يا ريت صار في كميات بظرف اشهر يعني انفجار بعدد حالات طبعا. عندي بس سؤال انصاري عم بدهمنا الوقت رولا، قلت انه رح يكون في من الاشخاص اللي يعني مدمنين المخدرات رح يكونوا عم بيشاركوا بهالمؤتمر ويكون عندهم بجلسات ورش عمل هن يعطوا ارائهم تجربتهم، هاي يمكن اول خطوه لنحسسهم بالمسؤوليه مثل ما قلت، ويمكن هاي اول خطوه ليبلشوا الاقلاع، لكن انا بدي احكي عن اليوث او الشباب اللي مش مدمنين، هل رح تدعون يحضروا؟ هذا يمكن بعتقد منبر توعي مهم كثير لانه هناك حلقه خاصه لانه نحن بدنا نحد من التجربه الاولى، يعني بدنا نمنع هالتجربه الاولى. هناك حلقه هو مش اختصاص مناره بشكل مباشر، ولكن نحن دعينا الجمعيات التي تعمل على الوقايه الاوليه، وهناك حلقه خاصه للشباب. نعم. حيكون فيها نقاش عن هالمواضيع، لانه نحن بنعتبر انه الحد من مخاطر استخدام المخدرات هي بتاتي كمكمل للخدمات الاخرى، يعني كونتينيوم اوف كير تبدا من الوقايه الاوليه وصولا للحد من المخاطر. يعني في تعريف عن الوقايه للشباب؟ طبعا حيكون في باللقاء، في كمان الجمعيات حيكون لهم ستاندات ليقدروا يعرضوا نشاطاتهم والبروشورز تبعولهم وهيك، حد هيدا رح يكون في فيلم مهرجان افلام، هناك مجموعه من الافلام، وحده كمان رح يكون مثل ما قلنا في ورش عمل وهيك. فاذا الدعوه مفتوحه للمختصين ولاي شخص بحب يروح، لازم يصير في تسجيل، يسجل طبعاً ويروح يحضر المعرض، يحضر جلسات النقاش، شغله كثير مهمه لانه هيدا موضوع بهمنا كلنا. صحيح. سواء شباب صبايا واهل كمان بهمهم يعرفوا مشان يحموا ولادهم. التوعيه. شكرا لك إلي، موفقين. شكرا لك، متشكرك. بدي اقول التب تبعيت اليوم، نصيحه اليوم على صحه السلامه، خلينا نكسر الحواجز ونحكي مع اولادنا عن المخدرات لنامن لهم مستقبل افضل، كل ما بلشنا على بكير وحكينا معهم وشرحنا كل شيء بوضوح بنكون عم نحميهم. اكيد انا بتشكرك وبتشكر كمان ضيفنا إلي، اهلا وسهلا فيك. رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بتكون معنا بشوفيه وسكن هيد.